هذه السلطة لا تستحق هذا الشارع. معركتي لن تكن في يوم من الأيام مع أي سوري إلا مع هذه السلطة. بالدم معك، بالروح بالدم معك، بالروح بالدم معك، بالروح. رح نضل إيد وحدة لأنه من وطن واحد. دقيقة صمت هو صرخة احتجاج في وجه السلطة. ولأطعمن بنصل زنبقة فؤادك سيدي. كنا سعداء بأن هذا الشارع الذي اتهم بالموات عبر أكثر من 50 عاما استطاع لأول مرة في تاريخه أن يقول لا، أن يقول يسقط النظام. هي ليست ثورة، لا ثورة ليس لها قائد، نعم ليس لها قائد. من مميزاتها أنها لا تحمل قيادات. تصير رئيس والدستور بمنع التوريث مثل ما سمعت. عندما تريد هذه الأنظمة لهذا الشارع أن يكون منخفض السقف وواطئ التلقي، ستقدم له عبر برنامج عمل منذ طفولته مجموعة من المناهج التي تقوده إلى الضمور على كافة الأصعدة. إثارة الجدل ليست هدف، ولكن بقاموسي هي ضرورة.